جنان خفضت لأن سعر البترول خفض. هذا المكان لما سعر البترول ينخفض يعني الكمية العملة الصعبة اللي تدخل إلى الاقتصاد الجزائري تكون أقل، ولذلك العرض ديال العملة ديالنا يكثر بالنسبة للعملات الأخرى، ولذلك لما العرض يكثر السعر ديالها ينزل كما البطاطا كما شيء آخر ما فيهش أي علاقة. الآن بالنسبة إلى تونس والدول الأخرى هما تقوى لأن عندهم السياحة، كاين عندهم إرهاب، كاين عندهم مخدرات، كل هادو يجيبوا العملة الصعبة. لما يجيك إرهابي من الخارج ما يجيش غير وحده، راح يرسلوا واحد ويرسلوا بالدولار ولا يرسلوا باليورو ولا يرسلوا بهذه. لذلك عندك في كثير من الدول اللي فيها الإرهاب وغير ذلك العملة ديالهم زايدة، أو اللي فيها المخدرات وغير ذلك العملة ديالهم زايدة، لأن المخدرات يجلبوا العملة الصعبة والعملة المحلية تزداد. هذه هي يعني باش نفهمك لماذا التسعيرات تزداد أو تنخفض، هي عرض وطلب. مش قاش تقول الاقتصاد التونسي أقوى من الاقتصاد الجزائري وغير ذلك، ما عندوش أي علاقة بذلك، أو الاقتصاد المغربي أقوى ولا غير ذلك، لأن عندهم فائض وهذا الفائض يجي عند طرقات أخرى ماشي غير الطريق السليم، يعني الطريق المباشر اللي احنا نتكلم عليه اليوم في